وربنا سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. كأن ربنا بيقول بعد حكاية القصة سيدنا آدم وغدر الشيطان وكذب الشيطان وغل الشيطان ما تنسوهوش، خليه دايما في بالكم. أنتوا عايشين في عالم الشهادة وهو في عالم الغيب، لكنه ليه تأثير عليكم. وأول آية في القرآن ربنا ذكرها بعد الفاتحة قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فما تنساش الشيطان وما ترميش سلاحك وهو الاعتصام بربنا سبحانه وتعالى.